مشاهدينا مرحبا بكم في دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. سنتعرف اليوم على إمكانية انتقال الفيروس عبر مياه المجاري، وهل هناك مضاعفات وتبعات نفسية جراء الإصابة بمرض كوفيد-19؟ نفسيا قد يصاب الأفراد داخل المجتمعات بأمراض خفيفة إلى حادة حسب تطور الفيروس داخل جسد المصاب. التقارير المتوفرة حالياً تشير إلى أن العدوى بفيروس كورونا المستجد قد تتسبب أحياناً بأمراض نفسية خفيفة إلى قوية. الفيروس قد يصبح مميتاً في بعض الحالات حال وجود مضاعفات أو أمراض حادة كالسكري أو ضيق التنفس أو الأمراض الرئوية مثلاً. وحسب البيانات الحالية والمعطيات المتوفرة، فأغلب الحالات الجديدة مصابة بأمراض تنفسية أخف في حال وجودها. فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عبر مياه المجاري. الاستقصاءات الأولية تشير إلى احتمال وجود أثر للفيروس في البراز وعبرها بعد ذلك صوب مياه المجاري، لكن لم ترد أي تقارير عن حدوث انتقال لعدوى كوفيد-19 من هذه المياه إلى الأجساد أو إلى الفم. لا توجد حتى الآن أي بيانات على قدرة الفيروس على البقاء في الماء أو مياه الصرف الصحي، لكن بالموازاة مع ذلك تقوم منظمة الصحة العالمية على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد-19 على أمل تعميم هذه النتائج مستقبلاً. وصلنا مشاهدين إلى نهاية هذه الفقرة من دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. إلى اللقاء.